عندنا الترانسفورميشنال ريليشن، العلاقة التحويلية. مثلا إذا عندي جملة بالباسف أحولها على أصلها، هنا بهاي الحالة راح يتحول الباترن. شلون يتحول؟ مثلا إذا هي سي في أو، إذا هي فاعل وفعل ومفعول به، راح يصير سي في فقط فاعل وفعل، لأن راح ينحذف السبجكت، راح يظل المفعول به هو، راح يصير سبجكت ونحط فقط الفعل. اي، واذا حطينا الفاعل وراء راح يصير اس في اي، واذا ما تريدين تحطين الفاعل وراء يظل سي في. فهو هاي الفكره كلها على مود شلون اقدر اغير الباترن اذا حولت الجمله من الباسيف للفويس للاكتيف، او من الاكتيف الى الباسيف. هسه عندي هاي هي تعطي نهايه، ذا بلاي واز ديسلايك، اللعبه غير محببه او ما عجبتهم. زين، منهم ما هو ما عجبتهم؟ اجي احط لها فاعل. هي شنو وراها؟ باي ماني كريتكس. الكريتكس هذا ارجع على اصله اسوي فاعل، راح اقول باي قصدي ماني كريتكس، العديد من النقاد. الديسلايك ارجعها هنا، ديسلايكت لم تعجبهم. ذا بلاي، البلاي صارت مفعول به، هنا تغير الباترن صار اس في او. شنو كان الباترن؟ اس في اس في، ايش صار؟ اس في او، تغير الباترن لو ما تغير؟ اتغير. وهنا بالباسيف يصير احط باي وانزل الفاعل، لكن هذا راح يصير اوبشنال اختياري. من يحط لك اي بين براكتس، يعني هذا اختيار، تريدين تحطي تريدين ما تحطي. يعني بدل ما يصير الباترن اس في يصير اس في اي عادي، واذا ما تريدين تحطين الفاعل يصير بس في. انت سوي بس في، انا اسوي بس في، عشان احط باي وبعدين انزل الفاعل اذا هو ما عليه درجه علشان اتعبي. تمام، ناخذ جمله اللغه عشان تتركز الفكره اكثر. نقول the window was broken by younger son، ننزل ال younger son هنا، ننزل ال younger son، younger son نرجع كفاعل. بعدين شو نسوي؟ نجيب الفعل الوز بروكن، ناخذ فقط البروكن، بروكن لان انا من احوله الى باسيف اذا اشوف الفعل ماضي احول له اعطي وز، اذا ارجع على اصله اشيل الوز اخليه بس باست سمبل باست فقط ماضي بسيط. بروكن بروك عندنا هنا، عندنا the window مفعول به انزله، the window the window. دن شوفين هسه تغير الباترن، ال young son هذا كليته subject، broken there، the window هو object. تغير الباترن، شنو كان الباترن؟ كان cv، the window كان subject، هاي بالباسيف. The window كان subject was broken كان فعل، وهاي الباي من تحطين الباي الفعل يتحول الى adverb فما ينحسب. فهذا الباي اذا حطيتي وحطيتي ورا الفاعل، الفاعل ما راح يصير subject، راح يصير adverb، لان قلنا حرف جر وراها جمله اسميه اللي هي noun clause، هاي راح تصير الى adverb يتحول. واكو حل ثاني للجمله، مثلا اقدر اضيف مثلا اني كفاعل اقول I know، انا اعرف. How the window got broken، كيف النافذة انكسرت. اي، فاني هذا فاعل وناو فعل، و the window هي صارت object، فالحلين صحيحات، got broken اصبحت مكسورة. عندنا هنا with the passage of time، عندنا هنا queen victoria، ملك فيكتوريا هذا فاعل، consider يعتبر هذا فعل، him مفعول به، genius مكمل للمفعول به. اذا باترن هاي الجمله شنو؟ svo compliment، svo compliment. هذا شو اسم الباترن يا رقم؟ svo compliment الخامس، الباترن الخامس. نجي ان نحوله الى باسيف، بالباسيف الهم اللي هو المفعول به راح يصير هو الفاعل، وباعتباره هو ضمير ما يصير احطه كفاعل، ارجعه على اصله اللي هو هي، ضميره هي للهم. هي انزل الكونسيدر
أقول was، إذا عندي الزمن مال الفعل بالماضي أخلي له was considered، وبعدين شنزل أقول هو كان يعتبر شنو يعتبر جينيوس عبقري، أجيب الكومبليمنت اللي هي جينيوس العبقري وأحطها وراء الفعل جينيوس، هو كان يعتبر جينيوس عبقري، لكن ما ذكرت يعتبر نفسه، كان يعتبر جينيوس لأن حولته إلى باسيف، ونقول باي ونحط الفاعل، هذا اختيار تريد تحطي تريد ما تحطي، بس فقط يغير شيئها من سي في أو سي في اي، وهذه الاي اوبشنال يحط لك بين أقواس، بس سي في وتحطين الكومبليمنت. هسه شنو صار الباترن اللي هي اس فاعل، الواز كونسيدر فيرب، بعد شنو الجينيوس هو كومبليمنت للفاعل، ومن هو الجينيوس هو نفسه هي كومبليمنت، فصار الباترن سي في كومبليمنت، سي في كومبليمنت. تريدين تحطين الادفيرب اختياري، تريدين ما تحطي جرين بس في كومبليمنت. عندنا هنا هذا يا باترن السي في كومبليمنت، يا باترن السي في كومبليمنت الباترن الثاني، يعني شو تغيرت الجمله من الباترن الخامس حولتها على الثاني، هو هذا الترانسفورميشن. عندنا جمل النو هنا أنا. My father gave me this watch، راح أحذف الفاعل، راح أقول this watch was gave me، أعطت لي، ويصير أخذ هنا عندي هنا أنا مفعولين المي الاندايركت والthis watch، قالت الدكتورة أخذ واحد من عندي، شوفي حليناها بطريقتين، مرة أخذنا المي سويناه كفاعل، ومرة أخذنا this watch سويناه كفاعل، هي تريد واحد من عندي مو الحالتين تاخذين. هسه راح نحلها الطريقة الأولى، مثلا المي أول شي راح أسويها كفاعل، ما يصير أضيف مي كفاعل، أحوله على أصلا اللي هو الآي، والجيف أحط لها إذا كان الفعل بحالة الماضي أحط له was، تعرفين التحويلات، I was given، أحاول تصريف ثالث ال gave أسوي given، I was given وأقول this watch، أنا أعطيت هذه الساعة، لكن ما ذكرت إنه أبوي اللي انطاني إياها، ويصير أحط by وأرجع الفذر بالأخير. وهذا شو تحول الباترن، شنو كان الباترن، كان سي في أو أو، يعني شنو أو أو، يعني مفعولين هو المي والthis watch. شلون تغير هسه الباترن، شلون غيرته، شنو صار الباترن، شلت واحد من المفعولات من سويته سبجكت انحذف، وبعدين السبجكت انا حذفته، هو المفعول به صار سبجكت، فهاي الاي سبجكت، was given verb، this watch object، صار سي في او، سي في او، وهذا اوبشنال، تريدين تقولين باي وتنزلين الفاعل وتحطي له اي، وإذا هي قالت إذا هو optional اختيار إذا تحطيه أو ما تحطيه ما يأثر على الدرجة، أهم شيء CVO تكتبيهن. نجي نحل بالطريقة الثانية، تكتبين واحدة من الطرق مو اثنينهن إذا جابت الشاب الامتحان، مثلا تقولين this watch نزلتيها، هذه الساعة أعطيت لي، was given ال gave الصير was given، وبعدين تنزلين الشنو اعطيت المن الساعة مي لي، تنزلين المفعول به الاندايركت، وبعدين ها هي تلا لا تنزلين الفعل، هو هذا شغلنا كلية اهنانه، لا تحطين الفعل وتدوخين نفسك والجملة تطول وتقومي تخربطين، انت ركزي هنا على التركيبة، ايش صارت، نزلت this watch، الفعل بحالة الماضي حطيت قدامه was، هاي قاعدة إذا كان بالماضي أحط was إذا كان مفرد، this watch was given، وش نزلت given me المفعول به ال indirect الغير مباشر، وها هي ش صار الباترن subject verb object svo، هذا الباترن svo، يا باترن شقد رقم ال svo، هو الثالث، شنو كان هو قبل ما يتحول CVOO، شقد رقم CVOO، السادس، تحول من السادس إلى الثالث، تمام. وشغلة اللخة هنا أنا يقول لي إذا عندك مفعولين به دايركت وانت دايركت، واحد من عدل راح يكون هو السبجكت،
indirect object become subject أو direct object become subject عادي اثنين صحيحات. عندنا شغلة الإكويفلنت البدائل، قاعدة أجيب لكم ترى بدائل الإكويفلنت، بس عندنا تمرين كامل عن البدائل، بس مو هذا، ركزي على ذاك التمرين بس، هم ما تقري هذا لأن هي قاعدة راح أجيب لكم بدائل. شنو هي البدائل؟ مثلا عندي فعل، عندي فعل مثلا is sleeping مو فعل، شنو البدائل مالته؟ مثلا الطفل ينام، البدائل أقول الطفل نائم the baby is asleep، asleep صارت صفة، حولت الاسم تحويل، اسم قصدي فعل إلى صفة، إلى صفة لأن asleep نائم صفة، كانت sleeping فعل صارت asleep صفة نائم. هي هاي البدائل، اطت نفس المعنى لو ما انطت، اطت نفس المعنى، هي الاكويفلنس التكافؤ. شنو اكويفلنس؟ من تشوفين بالمنطوق اكويفلنس يعني بدائل. شنو هي البدائل؟ يعني بدائل الحل، انطي نفس المعنى بس احول الفعل الى صفة، مو بالصفة، مرات احوله اد فيرب. مثلا هسه خلينا نكمل حل بعدين ناخذ تو لوفز رغيفين، will suffice كانت تكفي، تكفي فعل suffice تكفي، أريد أحولها إلى صفة بس تحطي لها أنتي بالأخير صارت كافي، كافي صارت صفة، من تكفي إلى كافي صارت صفة. أنت أي شيء أفعال من تحطي لها إن أنتي بالأخير تتحول إلى صفة. راح تقولين to love الرغيفين will بي، تحطين بدال هاي لين دائما بالتحويلات تحطين الول وراها بي، ول بي ستكون كافية، ستكون كافية، هاي الصفة صارت، الفعل صار صفة، وبدال الفعل حطيت بي ويا الول، لأن ول ما يصير تقولين ول كافي، لازم ول بي، ول بي إذا ما عندك فعل تحطين بي، ول بي sufficient الرغيفين ستكون كافية، معناتها ستكون كافية، تحولت إلى الصفة. هاي البدائل، مثلا hard هو يسرع، يسرع فعل، أحوله إلى صفة fast سريع، سريع راح أقول he went fast، هو ذهب، went يعني ذهب، ذهب سريع، سريع fast صفة، أو ذهب مسرع، مسرع أيضا صفة، ذهب مسرع هي went fast، ذهب مسرع، تطي المعنى نفسه لو ما تطي، هي هاي البدائل الإكويفلنس، الهارد يسرع مسرع صفة، فعل صفة. هو شنو بالموضوع؟ هو تغيير الباترن، احنا كل شغلنا على تغيير الباترن، مثلا هذا the baby subject is sleeping verb SV حولته شنو صار؟ SV هذا السليب هو راجع علما للبيبي فهو subject complement، اش صارت SV complement، من SV الى SV complement، والثانية وكذلك هي hard هو يسرع، SV شو تحول الى SVA، هاي الفاست هو ظرف حال، فاست شنو؟ سريع بطيء كلها ظرف حال، يعني هو حالته سريعة، S V A ها حولت الباترن، لأن يعني الوينت فعل، هي فاعل، الفاست adverb. عندنا هنا هي is jobless هو بال يعني بلا عمل، jobless يعني بلا عمل أو ما يشتغل، هي is jobless ما يشتغل، ايش راح احولها؟ راح احولها على adverb، راح احطيها نفس المعنى without job، jobless معناتها شنو؟ without job بدون عمل، هذا adverb، يعني مو شرط نحول الفعل الى شو اسمه، هنا انا عندي هذا jobless صفه حولتها الى adverb، هنا انا jobless ترى مو فعل صفه، بلا عمل او عاطل معناته jobless عاطل صفه، إيش حولتها؟ حولتها إلى adverb without، كنا قالت لنا الدكتورة إذا حطينا حرف جر مثلا without وحطينا وراء اسم راح يصير adverb، فحولت
الصفة إلى adverb. شو تغير الباترن؟ شنو كان عندي؟ اللي هي subject is verb. العاطل رجع المن اللي هي فصار كان subject complement. شلون صار اللي هي subject is verb. without job بلا عمل هي adverb صار CVA. شنو كان CV complement صار CVA. هي هاي اللي يسموها للإكويفلنس البدائل. نجي نحل التمرين المتعلق بالترانسفورميشنال